المسألة الأولى قضية المناظرات، لا شك أن الله تبارك وتعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وذكر الله مجادلة إبراهيم عليه السلام للنمرود. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، الآيات. وجادل قومه وناظرهم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات. فناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ناظر أهل نجران. لما جاء أهل نجران للنبي صلى الله عليه وسلم ناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يصل معهم إلى نتيجة أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكانت المباهلة بعد المناظرة. فأهل العلم كانوا يناظرون، وابن عباس ناظر الخوارج، وعلي ناظر الخوارج رضي الله عنهما. وأهل العلم ناظروا، شيخ ابن تيمية وغيره، الإمام أحمد ناظروا أهل الباطل، والشافعي ناظر. فقضية المناظرات لا كانت موجودة ومنتشرة بين أهل العلم، لكن يقول بعض أهل العلم إن يعني المناظرة إذا كان فيها نشر للبدعة أو كان المناظر غير أهل لهذه المناظرة فهنا تترك هذه المناظرة، لكن من حيث الأصل الجواز إلا إذا منع مانع منها.